صباح الخير مجددا لجميع المشاهدين على الساعة 7:30 بتوقيت بيروت، ولمدة نص ساعة من الوقت بنكون بجولة سريعة على أبرز وأهم العناوين الصدرة والموجودة بلبنان اليوم على الصفحات الأولى من الصحف الصدرة والموزعة ببيروت لليوم الثلاثاء 29 كانون الثاني 2013. جولة بين العناوين المحلية الخاصة بلبنان وصولا إلى مصر وسوريا والعراق وغيرها من العناوين. البداية لليوم صحيفة الجمهورية والعنوان الأول: لقاءات تنسيقية لقوى 14 أذار في باريس تسبق إطلالة الحرير الخميس والتحضير ل 14 شباط. حزب الله، التوافق أو التأجيل. بهالعنوان الخاص بالأوضاع المحلية منشوف تفاصيله بالصفحة رقم 2، ومننتقل للصورة الخاصة من صحيفة الجمهورية، ومنشوف بالصورة اللقاء يلي صار يوم أمس بين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والنائب وليد جنبلاط في قصر الإليزي. كمان عنوان رح منشوفه بمعظم الصفحات الأولى لليوم، ومننتقل إلى داخل صحيفة الجمهورية وتحديدا إلى خانة أسرار الجمهورية لنبدأ مع السر الأول. استغربت مصادر سياسية أن يلجأ مرجع حكومي إلى تويتر للرد على مرجع رئاسي بعد ساعات على اجتماعهما، وإبلاغ الأخير عتبه واستغرابه على إثارة المسألة في مجلس الوزراء والإحياء بإقفال الملف. إيحاء بإقفال الملف. أكد نائب معارض أن التطورات السياسية وحدها كفيلة في تبيان ما إذا كان هناك حاجة لمأسسة أحد الأطر الذي يجمع شخصيات مستقلة. توقفت أوساط سياسية عند التقاطع بين رئيس تكتل نيابي وأمين عام حزب ديني حول طبيعة المجلس النيابي المقبل التأسيسية ومهمته لجهة فتح الباب أمام التعديلات الدستورية. من صحيفة الجمهورية إلى صحيفة صدى البلد عم نتابع مع العنوان الأول والرئيس من الصفحة الأولى: جعجعة في بيروت والحدث في باريس. أما الصورة من صحيفة صدى البلد بعنوان لا حوار، وبإشارة إلى الأوضاع المصرية، فأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي إلى حوار وطني. منتابع التفاصيل بالصفحة رقم 29، وبالعنوان الثاني من صحيفة صدى البلد: عبد الله ومشعل يبحثان الحل الفلسطيني. بعنوان خاص بالأوضاع السورية، المعارضة السورية تطالب العالم بالمال والسلاح. كمان عم نتابع مع صدى البلد وعناوين الصفحة الأولى: المستقبل يستفيق والتفاصيل للشيخ سعد. بداية ضغط رسمي للإفراج عن عبد الله. وأيضا إلى عنوان أخير من صدى البلد: الاستغناء عن كفوري هل يخلي سبيل سماحة؟ عناوين دائما منشوف تفاصيلها داخل الصحيفة، ومننتقل إلى خانة خفايا البلد. تستعد جهة سياسية متابعة للكشف عن تفاصيل صفقة مخالفة للقانون تتصل بقطاع الخلوي متورط فيها مسؤولون في وزارة معنية. شكا مزارعون في قطاع زراعة التفاح من إهمالهم من قبل وزارة الزراعة التي زادت موازنتها دون أن يطالهم أي دعم أو تعويض حيال الأضرار التي تطالهم. يدور خلاف داخل قوى 14 أذار على حسم بعض أسماء مرشحيها خصوصا في مناطق علي وشوف. من صحيفة صدى البلد إلى صحيفة السفير والعنوان الأول: شعب مصر يكسر الطوارئ ومرسي يحاور نفسه. عنوان خاص بالأوضاع المصرية والاشتباكات اللي عم بتصير بميادين مصر، ومنتابع إلى عنوان آخر من الصفحة الأولى: تأجيل جلسة جورج عبدالله، القضية في خانة اللا قانون. كمان من عناوين السفير: الانتخابات تطير إلى باريس وميقاتي إلى تركيا غدا، المستقبل يسلم بموت الستين، مبادرة للحريري الخميس. من هالعنوان المحلي إلى الأوضاع في سوريا: ولا شهية لأوباما للتدخل عسكريا في سوريا، هوة بين مؤتمري المعارضة والإبراهيمي أمام مجلس الأمن اليوم.
بمقال من صحيفة السفير من الصفحة الأولى بقلم سليمان تأييدين، العنوان على الشكل التالي: لماذا نعجز عن حكم أنفسنا؟ سؤال منتابع تفاصيله بالصفحة رقم 16، وكمان عم نتابع مع صحيفة السفير إلى داخل الصحيفة وإلى خانة عيون تحديداً. أبلغ دبلوماسي غربي لبنان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد يشمل لبنان في جولته المقبلة في المنطقة. جرت اتصالات بين مراجع رئاسية لبنانية ومراجع مصرية لمعرفة ما إذا كانت القمة الإسلامية قد تم تثبيتها في 6 شباط في القاهرة أم أنها ستؤجل. شدد الوفد الأمريكي الذي زار بيروت مؤخرا أمام مرجع حكومي سابق على أن الولايات المتحدة مصرة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. من خانة عيون إلى الصفحة الأولى من صحيفة النهار والعناوين، البداية مع العنوان الأول: تفجير في الضاحية للمرة الأولى منذ 2004، غرفة عمليات في باريس للتباينات الانتخابية. كمان عم نتابع مع الأوضاع المحلية، الجميل للنهار بعد لقائه الحريري نأمل في عودته سريعا إلى لبنان. كتلة المستقبل تقاطع جلسة اللجان غدا والكتائب والقوات تحضران. كمان من صحيفة النهار عم نشوف الصورة يلي جمعت يوم أمس النائب وليد جوبلاط بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الأليزي. بعنوان آخر من الصفحة الأولى خاص بالأوضاع المصرية: المصريون يتحدون الطوارئ وجبهة الإنقاذ ترفض الحوار، واشنطن تندد بالعنف وبان يؤكد الحق في التظاهر. إلى سوريا: المعارضة السورية موزعة على مؤتمرين وأوباما محتار، تأهب إسرائيلي حيال مصير الأسلحة الكيميائية. من عناوين الصفحة الأولى من النهار أيضا ننتقل لعنوان آخر خاص بإيران، وطهران أعلنت إرسالها قردا بصاروخ وإعادته من الفضاء إلى الأرض سالما. كمان عم نشوف صورة ما بعرف إذا واضحة كتير للقرد، هو موجود داخل الصاروخ. بخانة من صحيفة النهار ومن الصفحة الأولى منتابع مع محليات: أبو غيدة معضلة حقيقية في سجن رومية. أيضا بالمحليات: النازحون السوريون إلى 223,000 نصفهم بالشمال. مدنيات: مطران حلب للكلدان للنهار، بطالة وفقر. اقتصاد: 6 ملايين قارورة غاز تحتاج لتبديل. بالصفحة الثانية من صحيفة النهار وإلى خانة أسرار الآلهة، رح نبدأ مع السر الأول. في معلومات لمصادر دبلوماسية أن روسيا اتخذت كل الإجراءات لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أو انتقالها إلى أي جهة. يرى نواب حلفاء لسوريا في لبنان أن كلام رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف عن الرئيس الأسد لا يعكس الموقف الرسمي. تساءل رئيس حكومة سابق باستغراب: منذ متى تدنت هيبة الدولة إلى حد بات السجان يخاف من السجين؟ سمع مسؤول كنسي يقول: لا توجد طائفة لم ترتكب خطيئة في حق لبنان وبلغ بها الهوس حد هز كيانه. من خانة أسرار الآلهة من النهار إلى الصفحة الأولى من الأخبار، وتحديدا نبدأ مع العنوان الأول والرئيس: المستقبل يبتز مسيحي 14 أذار. تفاصيل بالصفحة رقم 4، والصورة من صحيفة الأخبار بعنوان: قتلتنا الردة. تفاصيل بالصفحة رقم 2 و3، وبإشارة إلى معارضة المفتي قباني لقانون الزواج المدني. منتابع العناوين من الصفحة الأولى من الأخبار: عودة العسكر من بوابة السويس. بيروت على قياس الأوتوستراد الدائري، كيف راح البيت بالطريق؟ الرؤساء الثلاثة يحسمون مصير الخلوي، تمديد فمناقصة فنموذج جديد. المعارضة السورية تريد نصف مليار دولار ثمنا للحكومة وباريس تتحفظ. وإلى العنوان الأخير من الصفحة الأولى من الأخبار: اليمن يشهد استقطابا يتصدره الحوثيون والإصلاح، يا زمن الطائفية. إلى صحيفة المستقبل،
نبدأ مع العنوان الأول الخاص بالأوضاع المحلية، وحزب الله يستعيد لغة التخوين وجنبلاط يحذر من استيراد الأزمة السورية. الحريري يتشاور مع الحلفاء في الانتخابات والتحديات. عنوان ثاني واشتباكات عنيفة في دمشق ودير الزور. لافروف لم نكن معجبين أبدا بالحكم في سوريا. البيت الأبيض الأسد طاغية وسيرحل حتما. كمان عنوان خاص بالأوضاع المصرية، استمرار الاشتباكات ومطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، المعارضة المصرية تحمل مرسي مسؤولية الدم. المالكي يمتدح الديكتاتورية ونائب من التحالف الشيعي يدعو إلى تقسيم العراق. من الأوضاع العراقية من الصفحة الأولى من المستقبل إلى داخل الصحيفة وتحديدا إلى خانة يقال إن حزبا أكثريا فاعلا اتخذ إجراءات داخلية إضافية في ضوء تكرر الانفجارات داخل مستودعاته. يقال إن أهالي قرى جنوبية يبدون قلقهم الشديد بعد القبض على عصابة خطيرة تضم العشرات وتنشط في منطقة جنوب الليطاني، ويرون أن التمكن من تشكيل مثل هذه العصابات مؤشر خطير إلى هشاشة الوضعين الأمني والاقتصادي. ويقال إن تيارا أكثريا يواجه فضيحة مالية ستتكشف في الأيام القليلة المقبلة داخل مؤسساته المالية في الداخل والخارج، قد تطال مسؤولين بارزين فيه وربما نوابا ووزراء. عم نتابع حلقتنا مع صحيفة الحياة ومع العنوان الأول من مصر، اشتعال جبهة التحرير ومرسي يحاور حلفائه. أوباما محتار في شأن التدخل وموسكو غير مخدوعة بنظام الأسد، باريس تحذر من سقوط سوريا في أيدي الإسلاميين. عنوان آخر من الأردن وتعيين الطراوين رئيسا للديوان الملكي، والخطيب يؤكد أن الانتخابات لم تكن مثالية. الأردن النصور يستلم استقالته للملك، وقناة رسمية لمحاورة الإخوان قريبا. اليمن مقتل وجرح 28 جنديا في هجوم شنه تنظيم القاعدة على نقطة عسكرية. كمان عم نتابع عناوين الصفحة الأولى من الحياة. الحريري يلتقي رئيس التقدمي في باريس اليوم، واجتماع اللجان النيابية اختبار لوحدة 14 أذار. أولاند يجدد خلال استقباله جنبلاط التزام فرنسا استقلال لبنان وإجراء الانتخابات. 460 مليون دولار لتمويل التدخل الأفريقي. فرنسا تؤكد نجاح خططها في مالي، والإسلاميون يتحصنون في الجبال. إلى العنوان الأخير، ورفسنجان يتحدث عن محاولات لتخريب علاقته بخامنئي. إيران اعتقال صحفيين وحجب مواقع. عم نتابع إلى صحيفة الشرق الأوسط، ودائما مع عناوين الصفحة الأولى. نبدأ مع العنوان الأول، وأتلاف ألاف المخطوطات الإسلامية القيمة، هجوم جديد على منشأة نفطية في الجزائر يخلف قتيلين. فرنسا تحرر تومبوكتو والقاعدة تحرق مكتبتها الأثرية. إلى مصر، وجبهة الإنقاذ تقاطع الحوار والاشتباكات مستمرة. الحكومة المصرية تمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين. الشرق الأوسط تجولت في أوساطهم، ومحلات باب الحارة والخبز الشامي تلقى رواجا. أكثر من 18 ألف سوري لجأوا إلى الجزائر. ومنوصل إلى العنوان الأخير من الصفحة الأولى، وزيرة الخارجية لمحت لاحتمال ترشحها للانتخابات 2016، ورئيس يوبخ الصحفيين. أوباما وكلينتون يتبادلان المديح ويطويان خلافات الماضي. مع هالعنوان الخاص بالأوضاع الأمريكية من صحيفة الشرق الأوسط، نتوقف مع بريك إعلاني وبنرجع لنتابع حلقتنا لليوم. خليكن معنا. بالعودة لحلقتنا لليوم وعناوين الصفحات الأولى من الصحف الصادرة والموزعة ببيروت، منتابع مع صحيفة الأنوار والعنوان الأول. الحريري يلتقي الجميل وجنبلاط في باريس لبحث قضية الانتخابات.
من العنوان الخاص بالأوضاع المحلية إلى عنوان آخر خاص بالأوضاع المصرية واستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في القاهرة وبورسعيد. المعارضة لا حوار قبل تحقيق المطالب. كمان عم نتابع مصريا إلى عنوان آخر خاص بالأوضاع المحلية يلي صار يوم أمس ليلا وانفجار ليلا في حي السلم. منتابع التفاصيل بصفحة رقم 11 وبالعنوان الآخر أيضا عناوين أخرى من صحيفة الأنوار. مؤتمر باريس يبحث في دعم المعارضة السورية. عنوان اقتصادي من صحيفة الأنوار 1.5 مليار دولار لبناء مجمع طبي في سلطنة عمان. بخانة كتب المحلل السياسي العنوان على الشكل التالي: هل يتحمل البلد مراوحة ميقاتي وستاتيكو؟ كمان السؤال منشوف تفاصيله من الصفحة الأولى ومنتابع إلى صحيفة الديار. لنبدأ مع العنوان الأول: لقاءات في باريس لترميم جبهة 14 أذار، جنبلاط لكوادره متحالفون مع المستقبل في الانتخابات، انفجار عبوة ناسفة تحت سيارة في حي السلم ليلا. كمان من ضمن الأوضاع المحلية عم نتابع مع صحيفة الديار: جدال على تويتر بين سليمان وميقاتي حول الزواج المدني، أعنف موقف للمفتي قباني حول المشروع، كل مسؤول مسلم يوافق هو مرتد ولا يصلى عليه. كمان من عناوين الديار عنوان خاص بالأوضاع المصرية: المعارضة ترفض الدعوة للحوار وتدعو إلى التظاهر الجمعة في جميع الميادين، المصريون يتحدون قرار حظر التجوال ويحتشدون في الساحات محملين مرسي مسؤوليات الدماء. أزمة سوريا في اجتماعين للمعارضة في باريس وجنيف، أوباما يدرس جدوى التدخل العسكري في سوريا. قوات فرنسية ومالية تسيطر على تومبوكتو، فابيوس يجري تحرير مالي ببطء. وعنوان أخير من صحيفة الديار: إيران إطلاق كبسولة إلى الفضاء تنقل قرناً. إلى صحيفة اللواء وعم تتابع كمان مع عناوين الصفحة الأولى بالعنوان الأول والرئيس: ميدان التحرير يستعيد المواجهة بين النظام والشعب، مرسي يتسلح بقانون اعتقال المدنيين، والمعارضة تضع 4 شروط صعبة للحوار، وواشنطن تدين العنف. محادثات باريس: فك الارتباط بين استقرار لبنان والأزمة السورية، مبادرة المستقبل 36 دائرة في ضوء محاضر الطائف، الحرير يتصل بسليمان ويلتقي الجميل، واليوم جنبلاط. عبوة تنفجر بسيارة في حي السلم، أسباب غامضة وتوقيف مظلوم. كمان عم نشوف صورة للسيارة يلي انفجرت يوم أمس بالضاحية الجنوبية. المعارضة لمؤتمر باريس: حكومة المنفى بتأمين 500 مليون دولار، أوباما يدرس التدخل بسوريا وأمامه التجربة الأفغانية، تل أبيب تنشر نظام القبة، والحر يقصف مطار دمشق. أما عراقيا من صحيفة اللواء منقرأ هالعنوان: القضاء العراقي يوقف العمل بإفادات المخبر السري، تظاهرات بالرمادي ومؤتمر للعشائر لتطويق الأزمة. من صحيفة اللواء منتابع حلقتنا إلى صحيفة لوريان لجور الصدرة باللغة الفرنسية وبترجمة سريعة لعناوينا. منبدأ مع العنوان الأول: المعارضة تتأهب وترفض كل حوار مع مرسي، جنبلاط أمس في الإليزي والجميل غدا، الثوار السوريون يطالبون في باريس بالمساعدات والسلاح، المفتي قباني يرمي اللعنة على المرتدين، الإسلاميون يحرقون مخطوطات قيمة قبل خسارتهم تومبوكتو. من عناوين صحيفة لوريان لجور إلى عناوين صحيفة ديلي ستار الصدرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة لعناوين البداية من مصر. بالعنوان الأول: أعمال العنف تتفاقم والمصريون يتحدون حظر التجوال، التباينات حول قانون الانتخابات إلى تزايد، والحريري يستشير 14 أذار،
باريس تدعو إلى مساعدة ثوار سوريا عشية مؤتمر مصيري للمانحين. قباني يصف الزواج المدني بالجرثومة. بصحيفة الشرق عم نتابع العناوين، والعنوان الأول على الشكل التالي: نواب المستقبل يستبقون قرار اليوم حول اللجان المشتركة، المقاطعة قرار لقوى 14 أذار مجتمعة ولا يزال ساريا. كمان عم نتابع مع صحيفة الشرق: وفرنسا تكرم لبنان بمجدة. تفاصيل بصفحة رقم 22. عنوان آخر من الشرق: الحريري يستقبل الجميل ويلتقي جنبلاط اليوم. أوباما يدرس جدوى التدخل في سوريا. أحمد الحريري يحصدون المال من تجارة الأرواح تحت شعار المقاومة. الكويت تظاهر دعما للمعارض مسلم البراك. إسرائيل تنشر نظاما صاروخيا مقابل سوريا. انفجار ليلي في حي السلم. نرجع على صحيفة النهار ومنشوف كاريكاتير صباح اليوم بريشة أرماح حمصي، والموضوع خاص بالزواج المدني بلبنان. طبعا بين مؤيد ومعارض لهيدا القانون. نرجع لصحيفة صدى البلد أيضا ومنشوف الصورة من ستافرو جبرة. بإشارة إلى قانون الانتخاب. مع هالصورة كمان الخاصة بالأوضاع المحلية من صحيفة صدى البلد بتكون خلصت حلقتنا لليوم مشاهدينا. موعدنا بيتجدد معكم بصباح بكرة على الساعة 7:30. إلى اللقاء.